كبير في السن، بس لو شلنا الكلمتين دول اللي في الاول يعني هتبقى الرسالة شديدة الامتياز الحقيقة، واتمنى انها توصل. خد بالك يا استاذ احمد، احنا زي ما احنا بنقول انهم لازم يحترموا الكبير ولازم يحترموا الرئيس اللي بنقدره كلنا، احنا لازم احنا نفسنا نبقى بنعاملهم بالاحترام اللي يكبرهم على لازم على الاحترام يكون متبادل. بالظبط. معانا استاذ عادل. استاذ عادل مساء الخير. استاذ رامي ازيك؟ ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك يا فندم. عايز اقول والله في الموضوع ده يا رب يبقى الناس عرفت، الشعب المصري عايز جوده جدا. يعني انا بقول للجميع ان الشعب المصري عدى من انتخابات مش مدمره بعد الوقت على فكره تعيش كده، شعب شيخ وشعب كويس، شعب كويس ومتحرك. الشعب المصري انتخابات محدش يقدر ينكر فيها ثلاث اجناس، ابو راسم اجنبي ولا حد خارجي ولا حد داخلي. يعني هذا ده عاده وانتصار لكل المصريين ما شاء الله. البلاد يفصل الزميل سليم المنير. مساء الخير. مساء لك الزميل محمد شيخ خليل والعموم المستمعين. تتواصل الليله مباريات المرحله النصف النهائيه الفاينل فور للفوز ببطوله دوري كره السله لفرق الدرجه العليا للعام 2014، حيث تجري المباراه الثالثه من اصل خمس مباريات. فريق مكابي تل ابيب سينتقل الى فريق ابوائل ايلات في المباراه الثالثه. حتى الان محدش يعرف يعمل كده مع الشعب المصري، الشعب المصري اكبر من كده بكتير. وانا من الحق، انا من مؤيد عبد الفتاح السيسي، لكن انا احترمت حمدين صباح وحميته ان هم طلعوا كويسين وذوق، ما زودوش في العيار وما قالوش كلام خارجي وما قالوش وما قالوش. وبقول لهم يا رب اندمجوا مع الناس وخلي الشعب كله يقف ورا الراجل ده على عبد الفتاح السيسي. ربنا يكرمه ومصر لنا ربنا، احنا كل يا رب ان شاء الله. احنا شايف انه الامل في بكره كويس وكويس زي كده ان شاء الله. ان شاء الله. بنشكرك شكرا جزيلا للاستاذ عادل على هذه المداخله. وكمان بقى عايز كمان اكد على حضرتك بتقوله انها انتخابات يعني نزيهه جدا، وده الحقيقه مش تقييمنا، ده تقييم التقارير الاوليه اللي صدرت عن بعثه الاتحاد الاوروبي وبعثه الاتحاد الافريقي. الحقيقه تقاريرهم يعني بتشيد بالعمليه الانتخابيه وقد ايه كانت نزيهه وشفافه وتخللتها زي ما قالوا الاثنين. الحقيقه بعض الفروقات الطفيفه للغايه يمكن كان في بعض الاجراءات او بعض المشكلات الاجرائيه البسيطه، لكن العمليه الانتخابيه هي الاجواء الانتخابيه التي يعني اشرفوا او تابعوها. خدوا بالكم بقى انه التقارير دي قيمتها بتزيد عندنا اكتر بتقاريركم انتوا اللي بتثبت ان ده انتوا اللي شفته كمان وعايشتوا الموضوع. باشمهندس احمد مساء الخير. مساء النور يا رامي. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. طبعا تحيه لايمان عشان انتوا بتحاولوا دايما تستفزوها. ما كانش سريعة جدا يا رامي.